السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا أستاذ. حياكم الله، تحياتنا لكل الشباب وطلابنا الأولى في تكملة المحاضرة الأولى في مادة الـ Probability and Statistics. نأمل أنه ننهي في أول ميتينج، يعني في هذا الميتينج الثالث تقريبا. اهلا بيك هذا، اهلا ندى. هذا الميتنج الثالث، هاي ماما صارت. نامل انه ننهي هاي المحاضره اليوم ان شاء الله. احنا اليوم اطلنا عليكم مرات شويه، يعني هذا الشرح المعمق حاول انه ايصال الفكره حتى لو شويه تشوفون، يعني نزيد بالشرح، نزيد بالأمثلة، وبالنتيجة صالحكم، يعني لأنه عملية الفهم لأي مفردة علمية خاصة في هكذا مواضيع، هيك مجالات وهيك تخصصات جدا مهمة، ويغنينا عن دراسة كثير من المحاضرات، بدل ما أنا أجي أدور مصادر وأبقى أقرأ وحتى أستوعب وأبدأ أبحث عن واحد شرح، إنه مجرد أن تفهم الفكرة من هاي المحاضرة بعد ما يحتاج إنه تراجع حتى أي مصادر أو أي محاضرات. أنا متأكد من هالشيء، وكثير من اللي يتوصلون إلى هذا المستوى من الإدراك وفهم المفردات العلمية في حتى أنا أضمن لكم أنه حتى بالامتحانات ما راح تحتاجون حتى إلى قراءة، يعني في شيء كلش بسيط تحتاج بس تراجع لك كمثال، تحل كتطبيق بيدك، كمثال تعود إيدك على الحل لا أكثر ولا أقل. طيب شباب، احنا عندنا المفردة الثانية وهي الأخيرة بهاي المحاضرة. بالنسبة للمثال صحيح، حاجة 16 كلش ممتاز، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لأني 13 بعد ثلاثة، حاجة بعدكم ثلاثة كم اي شوف انكم اكيد بين بالتراتبية يصير بين شوية اختلاف، لكن اي اوكي اوكي لربما انا ما يطلع عندي بشكل كامل، مو مشكله مو مشكله، المهم الحل يكون صحيح، وعندنا ثقه انه انتم ماشيين على الطريق الصحيح ان شاء الله. خلينا نروح للمحاضره نفسها ان شاء الله، نرجع الى محاضرتنا، الملف مال المحاضره اللي هو هلا تشوف تروحون على الصفحة. طبعا احنا يمكن وصلنا بوقت صفحة 10، الباقي وراها يعني بعد صفحة 10 اخر شيء كان انه هاي البديهيات، بعض البديهيات بالاحتماليات اللي هو قلنا من الاحتمال بين الصفر والواحد احتمال اي شيء، تكملة الاحتمال، يعني انا ناخذ جزء من احتمالي من فضاء العينة، التكملة مالته من الجمعوية الاحتمال اللي انا درسته واللي طلعته، اكيد بالنتيجة راح يجي رقم من واحد. اوكي باقي امثلة وبعض البروف بدنا نرجع لهم في وقت اخر. الان عندي موضوع مهم هي الكومبينيشن. هذا الكومبينيشن شوف مرات اشبهكم الموضوع بابسط مثال، يعني تخيلوا انا عندي ثلاث صناديق او صندوقين، خلينا نقول ثلاث صناديق صغار، وهاي يمكن العاب الاطفال ميكانو هيك ممكن نلعب بها، نطبق هذا المثال، نخلي كرات الصندوق بست كرات حمراء، الصندوق الآخر بأربع كرات خضراء، والصندوق الآخر سبع كرات صفراء، يعني أحمراء خضراء صفراء. زين أنتوا يا يثبتوا الأرقام لأنني فقط أشرح مثال. أجيت اختاريت ثلاث كرات من كل صندوق كرة، من سبع كرات الحمر خلينا نقول، خلينا نثبتهن
اتمنى انهم يخلون احد ورقه وقلم افضل الاحصاء يراد لدائما مثلا يعني يا ريت بالمحاضرات يدخلون محاضرات يا ريت ياخذون دفتر وقلم اضافه الى الشرح تحتاجون عمليه التطبيق حتى ليس عندي خطا بالارقام اللي انا اقولها من داخل المحاضره خلي افترض وراح اراويكم الرسم راح اسويها بشكل رسم الصندوق اول هذا اول خلي اسميه بوكس وارسم بوكس 2 ويفترض انه بهذه ال صراحة يفترض انه يكون اكو فتشي ال الدرو يعني مو الدرو العفو هي الحمر سبعة حمر سبعة وقلت لك شوف لها الطابة بتدخل راح ارسم خمس كرات او سبعة حمراء طيب ريد بول نعم بلو بلو بول بس المشكلة البول ممكن أنا كاتبها غلط لا تحاسبوني على السبيلينج الإنجليزي يعني عدوا إذا تشوفون أخطاء ماكو مشكلة يعني أنا أفتاد وميسي تمام يلو يلو بول باعوني هنا سويت هذا الرسم ما ادري يطلع لكم بالهذا تشوفون سويت ثلاث صناديق صندوق بي البوكس الاول سبع كرات حمراء والصندوق الثاني ست كرات زرقاء والصندوق الثالث خمس كرات صفراء سحبت ثلاث كرات سحبت ثلاث كرات من كل سحبت ثلاث اوكي من كل صندوق سحبت كره أسحب. احتمالية انه اسحب من الصندوق الاول كرة حمراء ايش قد؟ ايش قد؟ ايش قد احتمالية انه اسحب من الصندوق الاول كرة حمراء؟ هو الصندوق الاول بسبع كرات حمراء واحد سبعة واحد على سبعة زين هو أصلاً صندوق كرات حمراء لا مو واحد على سبعة راح يكون الاحتمال واحد هسه تقول لي ليش وآم علي حتى ليش لأن يعني أصلاً كرات حمراء هو أكيد راح تطلع لي الكرة حمراء فاحتمال إنه أسحب من أول صندوق كرة حمراء 100% يعني واحد من الصندوق الثاني بلوبو كرة زرقاء 100% راح اسحب كرة زرقاء ما اصلا مو خيار واضح من صندوق الثالث هي خمس كرات ايوه اوكي مثل اذا عندك مثلا اربع صندوق مثلا ومسموح لك انك تسحب ثلاث كرات فشلون راح يكون السحب؟ شلون كان؟ اجل سؤالك عزيزي اذا كان عندك مثلا اربع علب يعني اربع الوان مال كرات هذا راح يعني هذا راح نجيب المثال وراء راح نشكل الكرات ونخلي اكثر من لون هاي كلها بسيطه ان شاء الله اجاكم okay. اول مره نبدي شوي شوي بالشيء البسيط اوكي طيب okay. شو راح يصير عندنا؟ اذا احتماليه بس كل شيء ما جاي اشوف نعم احسن يعني كل شيء ما جاي اشوف ها الباقيين عندهم واضحه الصوره لو اكو مشكله لا يعني بس ارفع ايديك يعني ما جاي اشوف لا الدفتر لسه الدفتر هذا نشوفه دفتر ماكو الدفتر ما نشوفه بس الشاشه واضحه شفته اي انا بس خليته بالبدايه بس انا سقطت على الحافه مالته واضح لا هاي بس الحافه شوي بعد
هو انا ما تنزل انه اي تمام بس قصك اختفى بس اصلا ما ده يبين يعني ايش الكتابه ناعمه كلش ما اعرف يعني حتى الصوره اختفت والصوره اصلا صراحت اي انا ضعفت الانترنت شويه الصوره ممكن تضعف الصوت ضعف اكيد النت هيك وقت ضعيف صدق هيك انك سامع الديسكورد الديسكورد اسرع هواي من الزوم ان شاء الله المحاضرات الجايه المحاضرات الجايه يعني شوف الممثلين مريم وغيث شلون يرتبون الوقت بحيث يكون افضل وقت بالنسبه للانترنت نحاول نسوي هذا الان بالنسبه الظهر يعني من فتحتين بالليل زين بالثنتين بالليل يكون الوقت هاي النت قوي لا بس ب 12 الظهر من فتحنا ما كان بيشي زين احسن من هسه ايه تمام وين ليش اختارت 12 الظهر ما يخالف عجلت ان شاء الله نعالج هذا الموضوع ان شاء الله حاول اكيد راح يصير حتى اختصار بالوقت من دائما هي المحاضره الاولى تكون قرات بس توصل الفكره وبعدها لا انا اشوف الامور غير شكل حتى طريقه قراءتكم راح تقولون هسه تشوفون المفردات راح تشوفوها ابسط بكثير بس تعتمد على الاساس اللي ينوخذ دائما بالمحاضرات الاولى على العموم نرجع للمحاضرات طيب والمراجعه بعد المحاضره ما تنسى ان شاء الله كلش لطيف رئيس صحيح انت ايش اسمك حبابه شروق ناجي شروق اي صحيح طالب شروق راح يصير عندنا اذا احتماليه انه تطلع عندي ثلاث كرات بالوانها الثلاثه 100% من كل صندوق راح بس استاذ الصوت مال البقيه دي اثر على صوتك يعني يسوي لهم ميوت مو بالعكس انا اريد مشاركه هم يسوون ميوت من عنده يدز هو سماكم ما احنا حد يشارك يعني بس استاذ تقدر تفتح ورا كل سؤال تفتح المايك للكل يعني ويصير مشاركه بعد ما تخلص شرح السؤال ما يخالف بس انا اشوف الموضوع هذا ياخذ وقت يعني ذا كل ساعه اسوي التيب بالاعدادات والتيب المحاضره خليها ما يخالف خلوني احنا نتعلم خلوا هاي المحاضره الاولى يعني بعدنا بالبدايه ونشوف شنو راح يصير بيها وعلى المحاضرات الجايه نسوي الاعدادات احتمال اخلي احد من جماعتكم الممثلين هم يسوي الاعدادات وانا ادخل للمحاضره اوكي المهم خلي نروح الى مثال شويه اكثر تفصيل اللي حتى نستخدم الكومبينيشن والكومبينيشن شنو الكومبينيشن عملية سيلكت من مجموعة يعني أنا عندما أجي المجموعة وأسوي من عندها سيلكت أنا عندي مثلاً خمس حقول هاي الخمس صناديق فيها كرات بألوان مختلفة عدد معين أجي أسوي سيلكت لأي كرة من كل صندوق الكومبينيشن هو الحالة الحسابية يعني هو المعادلة الرياضية التوصيف الحسابي يعني التوصيف الرياضي لعملية السيلكتنج هذه كفلسفة الكومبينيشن مفردة الكومبينيشن اللي هو عادة يرتب بطريقة السي نانا هو مخليه بطريقة الأقواس يعني هالشكل هو نانا هذا يعتبر كومبينيشن هو بالحقيقة مو هيك الكومبينيشن هيك يرسم أنا راح أرسم لكم إياه شوفوا لرسمة الكومبينيشن هيك حرف سي كبير واللي فوق هنا ينكتب الرقم الصغير على الرقم الأكبر يعني يصير selection هنا